ولادك يا بلادي بتجري في دمنا احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. في إطار تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية ومن خلال منظومة أمان بتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، وكذلك عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الفئات الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. أشكر الرئيس ورجالة الرئيس كلها اللي جالنا كراتين وجالنا شنط للمدارس ويعودها عليه بخير يا رب. السيد الرئيس اللي بعتنا مواد غذائيه لحد الغيط في عز الجو دوت بالظباط الناس المحترمه الناس اللي شرفتنا ونورت البلد وبيجولنا كتير وجولنا في رمضان وجولنا دلوقتي ودي الحفيدي شنطه. كل سنه وانتم طيبين واحنا بنشكر الرئيس. احنا مصر ومصر احنا بكل صوت والحكايه مستمره من سنين. كنت قاعده انا واولادي وفجاه لقينا الظباط داخلين علينا بشنط لاولادنا للمدارس ما كناش لسه جبنا لهم واحنا بنشكره. وشرطه يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب انا جنبك تملي ومنك قريب هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل. شكرا يا ريس على الشنطة بتاعت المدارس شنطة طيبة. بلدي دي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها. الإسهامات الفاعلة من الوزارة في دعم ومساندة المواطنين بخاصة في المناطق الأولى بالرعاية كانت موضع إشادة كبيرة وتقدير من مختلف الأسر المصرية بخاصة المستفيدة من هذا الدعم. أنا أدي لك عينيا وأدي المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. كل سنة وأنتم طيبين وبالصحة والسلامة ونشكر الرئيس. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب أنا جنبك تملي ومنك قريب هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. دايما فاكرنا الرئيس وبيدينا كل حاجة والشنط اهيت مع أولادي وخدنا كراتين. نقول له ربنا يبارك لك يا رب جاب لنا عيالنا شنط المدرسة وإحنا بصراحة كل سنة في الميعاد دوت بنستنى ناخد شنط عيالنا وربنا يبارك له يا رب زي ما هو مهتم بينا. وكل الأعياد ما سبناش خالص في الأعياد ومناسبات ودي لعيالي حاجة المدرسة وأشكره. دايما الرئيس فاكرنا على طول وعمره ما نسانا في أي وقت وأي مناسبة بيجي برضه يوزع علينا كراتين على طول باستمرار. شاكرين قوي يا رئيس. يا رئيس كل سنة وانت طيب دايما فاكرنا بالخير يا رئيس. احنا مصر ومصر احنا في كل صوت والحكاية مستمرة من سنين كل واحد فينا شرطة ولا شعب حبها في قلوبنا بعد الدين دي. يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن. دي حاجة بسيطة كده يا سيادة الرئيس ليك. الله يجعلك من كل عليكم يا رب. انا اديلك عينيا وقد المسؤولية وشرطة شعب احنا ايدنا واحدة على الغريب. مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن كانت حريصة على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها بمختلف المحافظات وفي أماكن إقامتهم تعظيما للبعد الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية. هدية السيد الرئيس ومدرس يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن تغيب أنا جنبك تملي ومنك قريب هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. دي هدية السيد رئيس الجمهورية. كل سنة وأنت طيب. محتاج أي حاجة؟ الله يخليك. وبلدي دي التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين. في كل جيل بطل تملي شايل اسمها. كل سنة وأنت طيبين. طيب ربنا يخلينا فيك. ربنا يخليك. وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كان زمان وبلدي جه التاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين.
من بعدها وكلنا مؤمنين بحبنا من سنين. دعم وزارة الداخلية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا لا يتوقف، بل هو دعم متواصل في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بكل المحافظات. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعملها لنا كل فترة من فترة لفترة، على دخلة رمضان، على دخلة العيد، على دخلة المدارس. كنت محتاجة شنط لأولادي للمدرسة، وكنت محتاجة كراريس، وكنت محتاجة أقلام، وكنت محتاجة لهم حاجات كتير، والحمد لله إن المبادرة وفرت لهم الحاجات دي النهاردة. أنا أديلك عينيا وقد المسؤولية، وشرطة شعب إحنا إيدنا واحدة على الغريب. في كل جيل بطل تمن اللي شايل اسمها، وكل ليل بيجي بعد منه فجر هادي كانت زمان. نشكر سيادة الرئيس وبنشكركم، انتوا جايين من آخر الدنيا لينا وإحنا فرحانين بيكم. شكرا يا سيادة الرئيس على الهدايا الجميلة دي، وربنا يخليك لينا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كلنا مؤمنين بحبها.